أهلي أكمل كلام في ضهري كتير من زمان. يا مساء الخير، يا مساء الانتصار، يا مساء الألقاب على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة النهاردة من كلام في الميديا، حلقة مهمة مختلفة عن باقي حلقات الأسبوع اللي فاتت. ليه؟ لأن احنا فزنا ببطولة الدوري، البطولة رقم 41 في تاريخ النادي الأهلي. كل البطولات اللي فاتت، كل الأربعين بطولة في بطولات الدوري بالتحديد، كوم البطولة دي كوم تاني، البطولة رقم 41 حاجة تانية خالص، مذاق وطعم مختلف تماماً بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي. فرحة حلوة، فرحة السنة دي مختلفة جداً. ليه؟ أنتوا عارفين الإجابة ليه؟ لأن كلام كتير جداً كان عن النادي الأهلي هذا الموسم، وحروب كثيرة جداً كانت عن النادي الأهلي هذا الموسم، وتضامنات كانت على النادي الأهلي هذا الموسم. بهدف إيه؟ بهدف النادي الأهلي ما يفوزش ببطولة الدوري. رغم كل ده، رغم كل اللي حصل على مدار الموسم ده، ورغم هذا الموسم الاستثنائي، النادي الأهلي هو بطل بطولة الدوري العام، والبطولة رقم 41 في تاريخه. فلازم نفرح ولازم نفتخر، انت كأهلاوي لازم تفرح ولازم تفتخر بناديك العظيم النادي الأهلي، لأنه فعلا مش أي حد يقدر ياخد بطولة، ومش أي حد يقدر يتغلب على الصعاب اللي ممكن يواجهها، مش أي حد يقدر يتخطى العقبات الصعبة جدا السنة دي بالتحديد، بخلاف أي أزمات حصلت هذا الموسم. لكن النادي الأهلي يستحق، النادي الأهلي يستحق أن هو ياخد بطولة الدوري. كان بعيد خالص بسبب أمور كتيرة جدا، سواء بتتعلق بالإصابات، بتتعلق ببعض الأمور اللي حصلت، المشاكل اللي كانت في اتحاد الكورة، المسابقة ما كانتش منتظمة، كل هذه الأمور. لكن مع ذلك قدر النادي الأهلي في النهاية، وبتركيز لعبته والجهاز الفني ومجلس إدارته وبمساندة جماهيره، ودول أهم حاجة، جماهير النادي الأهلي هم الأهم في تتويج النادي الأهلي بهذا اللقب، وهم اللي أدوا في النهاية مع الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة إن النادي الأهلي يفوز بالبطولة رقم 41 بعد مجهود كبير وتعب كبير على مدار موسم كامل وسنة كاملة. بطولة دوري سنة كاملة، أي بطولة دوري ممكن تيجي في خيالك بكل ظروفها، النادي الأهلي قدر إن هو يحققها بكل ظروفها على مدار التاريخ. هتعمل دوري مجموعتين، النادي الأهلي ممكن ياخده، هتعمل دوري مجموعة واحدة، النادي الأهلي بياخد الدوري، هتعمل دوري على مدار 362 يوم أو 363 يوم تقريبا يعني، برضو الأهلي بياخد الدوري. مجهود كبير، تعب كبير من اللاعبين، من الجهاز الفني، ومجلس الإدارة، وأكيد طبعا من جمهور النادي الأهلي اللي استحمل. وهو مش استحمل، النادي الأهلي دايما أو جمهوره دايما بيفرح بالبطولات، لكن الموسم ده بالتحديد استحمل حاجات كتير قوي وكواليس كتير قوي وأمور كتيرة جدا كانت بدورها كافية إن هي تكون عقبات قوية جدا جدا في عدم تتويج النادي الأهلي باللقب رقم 41. ومع ذلك أخيرا النادي الأهلي حقق بطولة الدوري هذا الموسم، وعندنا كلام كتير جدا جدا في الحقيقة عايزين نقوله، وحضراتكم أنا عارف أنتم نفسكم تقولوا إيه. فالأهم بالنسبة لنا، الأهم إن النادي الأهلي بطل بطولة الدوري رقم 41، وده شيء مهم جدا كل جمهور النادي الأهلي. احنا متواصلين معاكم، وكمان مستنيين تواصلكم وردود أفعالكم على فوز النادي الأهلي وبطولة الدوري من خلال صفحات القناة المختلفة، قناة النادي الأهلي فيسبوك تويتر انستجرام. رسالتك ايه؟ حابب تقول ايه للعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني ومجلس الإدارة؟ هنشوف كل تفاعلاتكم من خلال صفحات القناة المختلفة. كمان الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيشرفني ونورني في الاستوديو ضيفنا العزيز والمهم جدا جدا الأستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير، وهنتكلم في ملفات عديدة، وتبقى دايما فقرة مثيرة جدا كل خميس مع الأستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير. كلام كتير جدا عندنا، بس خلينا نروح نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا بينا. الدوري 41 في الجزيرة، الأهلي هزم كل التحالفات وحقق البطولة الأغلى، الخطيب يهنئ أعضاء وجماهير الأهلي بالدوري، لاسارتي يوقف احتفالات الدوري استعدادا للزمالك، عبد الحفيظ أغلقنا صفحة المقاولون وتركزنا بالكامل في القمة، إكرامي الأموال لا تصنع أبطال ولن أرحل عن الأهلي، الفريق الأول يبدأ اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك،
كل التحيه والتقدير لكل جمهور النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين، بس انا عايز اتكلم بالتحديد على جمهور النادي الاهلي. لولا هذا الجمهور ما كانش قدر النادي الاهلي ان هو يفوز ببطوله الدوري. ليه؟ هل الجمهور دوره مؤثر بس السنه دي؟ لا طبعا طبعا، جمهور النادي الاهلي دايما ليه دور مؤثر في مختلف البطولات، دوري، كاس، ابطال افريقيا، اي حاجه، اي بطوله بياخدها النادي الاهلي بيبقى الاساسي في البطوله دي، وصاحب الفرحه الاول هو النادي او جمهور النادي الاهلي بالتحديد. لكن المره دي حصل حاجات كتير جدا على مدار الموسم، واي اهلاوي في الحقيقه بصراحه، يعني هنتكلم بصراحه، لازم يفتخر جدا جدا بهذا اللقب، ويفتخر جدا جدا بانتمائه للنادي الاهلي، لان انتوا شفتوا تصريحات مستفزه مختلفه كتير كتير اتقالت كتير عن النادي الاهلي، وامور غريبه كده. يعني واحد مثلا مش فاكر اسمه او مش عارف اسمه ايه، قال لك الاهلي في المنطقه الدافيه. طيب تعالى شوف الاهلي فين دلوقتي. الاهلي دلوقتي رقم واحد، الاهلي دلوقتي متصدر بطوله الدوري، ولسه ناقص مباراه مع نادي الزمالك، النادي المحترم. احنا على فكره ما بنتكلم على او مش بنقول اسماء طبعا، احنا بنتكلم على مواقف حصلت او تصريحات اتقالت، دي بتنسب لاشخاص معينه ملهاش دعوه بكيان نادي الزمالك المحترم. دي جزء مهم جدا، يعني احنا بنحترم كيان نادي الزمالك طبعا، ومنافس قوي وعمل بطوله كويسه هذا الموسم، لكن التصريحات دايما بتبقى مستفزه، فحق الاهلاويه ان هم يردوا على هذه التصريحات. فانت كاهلاوي لازم تفتكر كل اللي حصل على مدار الموسم، افتكره كويس قوي، سواء من انديه مختلفه، تصريحات مختلفه، كل هذه الامور لازم تفتكرها، وتبص دلوقتي شوف فريقك جاب لك ايه، وحقق لك بطوله الدوري ازاي، ومجهود وبتعب كبير جدا جدا على مدار الموسم. في بقى جزئيه مهمه قوي، وهي خاصه ايضا بجمهور النادي الاهلي، لو تفتكروا حضراتكم، وهي في الحقيقه هي حاجه مش عايزين نفتكرها، لكن فيما يتعلق بمباراه سان داونز، وانا عايز اتكلم بالتحديد في الجزئيه دي. مباراه سان داونز لما خسرنا هناك نتيجه كبيره في جنوب افريقيا، ورجعنا لعبنا فين؟ في برج العرب، وكسبنا 1-0 في هذا التوقيت. جمهور الاهلي اللي كان في المدرجات عمل ايه؟ سقف للاعيبه فريقه. طبعا طبعا كلنا زعلانين، كنا ساعتها النادي الاهلي خسر بالنتيجه الكبيره دي وما تاهلش للادوار المقبله في بطوله دوري ابطال افريقيا، دي حاجه اوكي زعلانين طبعا جدا جدا كنا ساعتها، لكن في نفس الوقت وعي جمهور الاهلي اللي البعض انتقده وقال لك ليه بتسقفوا للعيبه، ليه بتحيوا لعيبه النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي الواعي اللي كان متواجد في المدرجات، وجمهور النادي الاهلي الواعي اللي كان نفسه يبقى متواجد في المدرجات في التوقيت ده عشان يحيي لعيبه النادي الاهلي، كان عارف كويس قوي ان النادي الاهلي بيمر بموسم صعب جدا جدا، وبامور كتيره قوي قوي كمعوقات في طريق النادي الاهلي في مختلف البطولات، وكانوا عارفين كويس قوي ان النادي الاهلي خسر بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي بطوله في الحقيقه احنا متشوقين ليها جدا ونفسنا فيها قوي قوي يعني، لكن في نفس الوقت عندك بطولات تانية وعندك تحديات تانية، بالتحديد فيما يتعلق ببطوله الدوري الاصعب على الاطلاق، الاصعب على الاطلاق. انا قعدت اسال ناس كتير جدا من يعني الاكبر مني بكتير واللي عصروا النادي الاهلي بسنوات وسنوات عديده، ايه اصعب بطوله دوري؟ قالوا لي هي دي اصعب بطوله دوري للنادي الاهلي. فدور جمهور النادي الاهلي اللي حيا لعيبه النادي بعد مباراه سان داونز نتيجه التحيه هي اللي بيحصل دلوقتي في الحقيقه، ودي وجهه نظر، يعني ممكن حضراتكم يكون لكم وجهه نظر اخرى وتحترم بكل تاكيد، لكن في نفس الوقت جمهور النادي الاهلي كان عنده وعي ان انا لازم افضل اساند ودعم، لان بدل ما اخسر كل البطولات، لا انا خسرت بطوله دوري ابطال افريقيا، عندي بطوله دوري وعندك كاس لو كمل، عندك كذا حاجه حاول تاخدهم، لازم نكسبهم، ما ينفعش النادي الاهلي يخرج بدون بطولات، ما ينفعش ان احنا نهد المعبد زي ما بيقولوا، وده اللي حصل من جمهور النادي الاهلي في مباراه سان داونز، ودي جزئيه مهمه انا كنت عايز اتكلم فيها في الحقيقه، لكن لان لازم 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 ان احنا نشكر كل جمهور النادي الاهلي اللي ساهم بشكل كبير قوي في فوز النادي الاهلي في بطوله الدوري هذا الموسم، وان شاء الله طبعا باذن الله مش اخر بطوله، ودي بدايه لبطولات كتيره جدا للنادي الاهلي خلال السنوات القادمه وخلال الموسم اللي جاي بالتحديد، ونفسنا طبعا في بطوله دوري ابطال افريقيا، نفس جمهور النادي الاهلي طبعا، يعني بتكلم بالتحديد على جمهور النادي الاهلي نفسه في بطوله دوري ابطال افريقيا، وكله بيشتغل في النادي على الجزئيه دي في الحقيقه، وكله بيحاول ان شاء الله ان احنا يكون لينا بطولات اكتر محليه وافريقيه بعد بطوله غاليه زي بطوله الدوري، هي البطوله الاغلى والاصعب والالذ على الاطلاق على راي كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره.
عندنا كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه عن النادي الاهلي وبشكل عام، واخبار كتير طبعا سواء بتتعلق بالنادي الاهلي في الصحف وايضا في المواقع. عندنا كمان فقره للسوشيال ميديا مهمه قوي، تصريحات لاعبين ومسؤولين وجماهير او شخصيات عامه كبيره جدا داعمه للنادي الاهلي بعد التتويج بهذا اللقب. لكن ايضا عايزين نعزي انفسنا في وفاه طبعا اللواء محمود علام مدير العام للنادي الاهلي الاسبق، توفى النهارده الصبح، ربنا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه في جنته. كمان عايزين نعزي انفسنا في وفاه الفنان الاهلاوي الكبير جدا جدا الاستاذ فاروق الفيشاوي، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويسكنه في جنته. هو احد رموز الفن طبعا في مصر واحد الاهلاويه الكبار جدا جدا المعروفين، يعني ربنا يرحمهم سواء اللواء محمود علام او الاستاذ فاروق الفيشاوي، ان شاء الله ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم في جنتهم. طيب نروح نشوف اهم الاخبار اللي اتقالت على الاهلي في الصحف بالتحديد بعد الفرحه والتتويج وبطوله الدوري العام هذا الموسم. يلا بينا. مجله الاهلي، الدوري في الجزيره، البطل هزم كل التحالفات وحقق اغلى بطوله لملك البطولات. المسا، الاهلي قال كلمته، الدوري لعبته. الأهرام، الأهلي يحسم بطولة الدوري للمرة 41 في تاريخه، فاز على المقاولون 3-1 وأكد جدارته باللقب قبل لقاء القمة. الأخبار، عند النقطة 77 كان الموعد مع الدرع 41، كالعادة الأهلي بطل الدوري بجدارة، هزم المقاولون بالثلاثة وحسم موسم التحديات التاريخية. مجلة الأهلي، الله عليك يا أهلي، قالها عبد الحفيظ وكانوا فاكرينه بيغيظ، من يضحك أخيرا يضحك كثيرا يا لذيذ. مدير الكرة، حققنا أغلى دوري يا بيه. الأهرام المسائي، الأهلي الإمبراطور احتفظ بدرع الدوري رسميا بثلاثية في شباك المقاولون. الأخبار المسائي، الأهلي البطل بالثلاثة، يسعد جمهوره ويتوج باللقب 41 بالفوز على المقاولون. مجلة الأهلي، بعهد السنين الأهلي يقصد الدرع 41. مجلة الأهلي، قلناها من زمان، ندمان يا معاند الفرسان، أجمل التهاني، الأهلي بطل الدوري الاستثنائي. المسا، لعبوا الأهلي بعد التتويج، تعبنا كثيرا وضحكنا أخيرا، اللقب أقوى رد على كل من حاول التشكيك في قدراتنا. مجلة الأهلي، لسرتي للجماهير، الدوري مجرد بداية. فرحة حلوة بصراحة، واللقب غالي جدا، وجمهور النادي الاهلي بالتحديد هو ما ينساش كل البطولات، يعني كل بطوله ليها كواليس وليها مذاق خاص، لكن بصراحه البطوله دي اغلى بطوله لجمهور النادي الاهلي. اعتقد ان هم مش هينسوا خالص خالص كواليس الموسم كله وكل احداث هذا الموسم بالتحديد، لان النادي الاهلي استحق هذا اللقب بعد عناء كبير وعدم انتظام في بطولة الدوري وأمور كتيرة جدا جدا تمسكوا طبعا تتكلموا فيها، لكن دايما النادي الأهلي وكمان جمهوره عندهم ثقة في ناديهم كبيرة، ودايما لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني بيكونوا في الموعد طبعا، بالإضافة لمجلس الإدارة اللي وفر كل الأمور. تقولوا إيه يا جماعة؟ قول لي تاني، دي لقطات؟ لقطات من معسكر النادي الاهلي دلوقتي. احنا عارفين طبعا النادي الاهلي خلص المباراه بالامس ومتواجد في مقر الاقامه الخاص به بمدينه برج العرب. ليه؟ لان طبعا عندنا مباراه ثانيه مهمه جدا جدا فين؟ في برج العرب ايضا. مع مين بقى؟ مع نادي الزمالك، وهي في الحقيقه بطوله خاصه، مباراه قويه جدا، وطبعا نجم النادي الاهلي حسام عاشور ومعاه عدد من نجوم النادي الاهلي، عمرو السوليه، علي معلول، وعلي لطفي ايضا. كل لعيب في دول ليهم دور كبير جدا في فوز النادي الاهلي باللقب وفوز النادي الاهلي بالبطوله،
هم تقريبا قاعدين بيتفرجوا على البرنامج يعني في هذه اللحظات. فبالتالي يعني لقطات مهمه جدا وحصريه من مقر اقامه النادي الاهلي ببرج العرب، واكيد هم عندهم حاله من النشوه الكبيره والسعاده، وفي نفس الوقت ما تنساش في نفس الوقت لاعيبه النادي الاهلي عارفين ان هم خلصوا بطوله وخدوها، بطوله مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، لكن ايضا في مباراه غايه في الاهميه، هي مباراه تحصيل حاصل، يعني مش هتقلل ولا هتزود في اي حاجه في بطوله الدوري، خلاص البطل حسم، النادي الاهلي بطل الدوري، نادي الزمالك المركز الثاني، بيراميدز المركز الثالث. لكن في نفس الوقت هي بطوله خاصه مع نادي كبير زي نادي الزمالك، مهم قوي ان شاء الله ان انت تكسب، واضح تركيز اللاعبين على هذه الجزئيه والجهاز الفني كمان، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز في مباراه الزمالك. ده فيلر طبعا النجم من نجوم النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي اللي عنده 12 بطوله دوري، حسام عاشور، عدد كبير قوي 12 بطوله دوري في الحقيقه، وان شاء الله المزيد كمان والمزيد خلال الفتره الجايه، سواء البطولات بشكل عام او بطوله الدوري اكثر تحديدا يعني بالنسبه لحسام عاشور. خلينا نروح للاهرام كده نعلق على الاخبار اللي معانا بخصوص النادي الاهلي في الصحف. الاهرام بتقول ايه؟ بتقول الاهلي يحسم بطوله الدوري المره 41 في تاريخه، فاز على المقاولين 3-1 واكد جدارته باللقب قبل لقاء القمه. مهم قوي ان انت كنت تحسم بطوله الدوري طالما جات لك الفرصه انك تحسمها قبل مباراه الزمالك، وهي في الحقيقه لو لا قدر الله ما كناش حسبنا بطوله الدوري كانت هتبقى مباراه غايه في الصعوبه، وكان مش هيبقى فيه توقعات لهذه المباراه، يعني مباراه بطوله اهلي زمالك يكسب ياخد الدوري يعني، ده قبل طبعا ما نكسب مقاولين امبارح. فكان مهم قوي وكان واضح جدا على اللاعبين والجهاز الفني التركيز على اهميه الفوز بهذه المباراه عشان نخلص نفسنا بدري قبل مباراة الزمالك اللي اكيد هتكون مباراة مهمة في كل الاحوال، بغض النظر طبعا عن بطولة الدوري خدناها وفرحنا وانبسطنا وكل حاجة، لكن دايما ان شاء الله التركيز على كل مباراة، اي مباراة بيلعبها النادي الاهلي بشكل عام بيبقى مهم قوي ان انت تكسب. جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش غير الفوز، رغم ان لازم يكون في ثقافة الخسارة في الحقيقة يعني، لكن جمهور النادي الاهلي اتعود على كده. فان شاء الله باذن الله لعيبة النادي الاهلي كمان يثبتوا جدارتهم بشكل اكبر من خلال الفوز على نادي الزمالك الغريم التقليدي للنادي الاهلي. طيب اخبار كلها في الصحف النهارده يعني كلها بتحتفل بفوز النادي الاهلي، بتحديد عايز اتكلم على مجله الاهلي واللي قالت ان بعهد السنين الاهلي يحصد الدرع 41. والله عليك يا اهلي، طبعا مجله الاهلي ليها عناوين كتير مختلفه، وطبعا هي مجله خاصه بالنادي، طبيعي جدا ان هي تكون عندها حاله من السعاده الكبيره جدا، وخصوصا في الدوري ده، خصوصا في الدوري ده، الدوري ده مختلف. الاهلي وجماهيره اتعودوا على الفوز ببطوله الدوري من الاخر كده، متعودين على الفوز ببطوله الدوري. وساعات خدنا الدوري خبر، بيبقى خبر بالنسبه للجماهير، خدنا الدوري. لكن الفرحه مش زي المره دي، ليه؟ لان كان في منافسه في الحقيقه قويه، بغض النظر عن اي بقى حاجه وكواليس حصلت انتوا عارفينها كويس قوي، لكن كان في منافسه قويه على بطوله الدوري. وبتثبت ان انت قادر تاخد البطوله سواء كان في منافسه او ما كانش في منافسه. فعشان كده اللقب ده غالي جدا بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره ولاعبيه وجهازه الفني ومجلس ادارته. طيب عندنا كمان اخبار متعلقه بالنادي الاهلي وبعض الاخبار المحليه على المواقع، خلينا نروح نشوفها، يلا بينا. الموقع الرسمي للنادي الاهلي، الخطيب يهنئ اعضاء وجماهير الاهلي بالدوري. البوابه سبورت، لاسارتي يوقف احتفالات الدوري في الاهلي استعدادا للزمالك. الموقع الرسمي للاهلي، عبد الحفيظ، اغلقنا صفحه المقاولون وتركيزنا بالكامل في القمه. الشروق، تقرير حكاية 16 عاما سطرت رحلة ال 12 دوري لعاشور مع الأهلي.
يلا كورة. إكرامي الأموال لا تصنع أبطال، ولن أرحل عن الأهلي إلا في حالة واحدة. الوطن سبورت، بعد التتويج بالدوري الأهلي يقيد علي معلول لاعبا محليا بقائمته، هنشرحها. مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين أمام المقاولون، ده من فيتو. الفجر الرياضي، سعد سمير يعود من ألمانيا السبت، وديانج يواصل برنامجه البدني والتأهيلي. مهما عرضنا فيلرات لكل لعيبه النادي الاهلي، في الحقيقه كلهم يستحقوا، لان هم تعبوا السنه دي وقدروا ان هم في الاخر يفرحوا جمهور النادي الاهلي. حقهم ان احنا نشيد بيهم، حقهم ان احنا نسقف لهم، لان هم عملوا مجهود كبير واستحملوا ضغوط كتيره جدا جدا على مدار الموسم. نعرض الاهداف، دي اهداف مباراه الامس، طبعا اهداف كلنا مش هننساها. ده الهدف الاول، نجم كبير جدا 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 علي معلول، احد ابرز نجوم النادي الاهلي هذا الموسم. كل اللعيبه طبعا نجوم كبار وعملوا موسم استثنائي كبير جدا، لكن علي معلول في اعتقادي وفي اعتقاد ناس كتير جدا ان هو افضل لاعب هذا الموسم في النادي الاهلي، ويمكن كمان في الدوري المصري. ليه؟ لانه مؤثر، راجل مؤثر، قدر ان هو يحرز اهداف حاسمه في دقائق اخيره، ومنهم هدف ده كمان، هو مش في الدقائق الاخيره ولا حاجه، لكن هدف مهم قوي، واول هدف ان شاء الله او في بطوله الدوري، يعني اللي توج من خلالها النادي الاهلي بطوله الدوري. فبالتالي لعيب مهم، قدر انه يحرز اهداف وقدر انه يصنع اهداف كمان مهمه جدا النادي الاهلي، بدورها ادت وساهمت في فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري. فكل التحيه في الحقيقه للعيب زي علي معلول، جمهور النادي الاهلي دايما بيحبه جدا جدا. الواحد مستغرب ازاي الراجل ده ما كانش موجود مع منتخب تونس في بطوله الامم الافريقيه، لكن الواحد مستغرب اكتر ان ناس مصريين كتير جدا ولاعبين مصريين كتير جدا، منهم بعض اللاعبين يعني من غير ما نقول اسماء، ازاي ما كانوش موجودين مع منتخب بطوله الامم الافريقيه، منتخب مصر بالتحديد. ده هدف تاني لحسين الشحات، اللي بيرد امبارح على المشككين بشكل كبير قوي من خلال الهدف ده، ومن خلال الهدف الثالث اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي، لانه هدف بصراحه ممتع، يعني الواحد لما بيشوف الهدف ده ممكن ما يزهقش منه، يقعد يتفرج عليه طول النهار. هو الهدف اللي هنشوفه مع بعض على الشاشه دلوقتي. الراجل خد الكوره، ادى الراجل كوبري وحشه قوي، حط الكوره في البعيده بجون ممتاز ممتاز، والجون ده اعتقد هيكون بدايه لحسين الشحات، بدايه حقيقيه ليه مع النادي الاهلي. كان عليه انتقادات كتير بعد ما جه، طبعا جه بفلوس كتير والناس كانت مستنيه وعامله عليه ضغوط كبيره جدا ان هو لازم بقى حسين شحات نشوف هيعمل ايه مع النادي الاهلي. فالضغوط دي ممكن تكون اثرت عليه بشكل او باخر، لكن امبارح جاب هدفين منهم هدف هيرفع الضغوط بشكل كبير جدا على حسين شحات، وان شاء الله نشوفه افضل وافضل مع النادي الاهلي في المواسم المقبله والبطولات المختلفه. خلينا نروح للموقع الرسمي للنادي الاهلي، بيقول ايه؟ بيقول ان خطيب يهنئ اعضاء وجماهير الاهلي بالدوري. كابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واسطوره النادي الاهلي، بيهنئ طبعا الاعضاء والجماهير بهذه البطوله الاغلى بالنسبه ليهم. كابتن محمود الخطيب اشاد بشكل كبير جدا بلاعبي النادي الاهلي وبالجهاز الفني، وقال ان هم كانوا عند حسن الظن وان هم عملوا كل اللي عليهم واجتهدوا بشكل كبير جدا عشان يسعدوا كل الجماهير، وكمان هو مبسوط طبعا بفوز النادي الاهلي بهذه البطوله، وان شاء الله تكون بدايه ان شاء الله باذن الله بطولات عديده للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه. نروح للبوابه سبورت، ولاسارتي بيوقف احتفالات الدوري في الاهلي استعدادا للزمالك، وهي دي شخصيه النادي الاهلي. انت كسبت بطوله افرح امبارح، افرح النهارده، بس خلاص عندك مباراه مهمه، حتى يعني مع الزمالك او غير الزمالك هي بتبقى مباراه مهمه. حققت هدف، خلاص الهدف انتهى، والامبارح ده كان ماضي، وبطوله خدتها خلاص دي كانت ماضي، ودي سمه من سمات النادي الاهلي انك تفكر في اللي جاي على طول. اللي جاي ايه؟ مباراه الزمالك ان شاء الله
يوم الحد مباراة مهمة جدا. طب خلينا نروح نحتفل مع واحد من نجوم النادي الأهلي المؤثرين جدا واللي ساهموا بشكل كبير قوي قوي فوز النادي الأهلي وبطولة الدوري هذا الموسم وفي مختلف البطولات على فكرة يعني خلال الفترة اللي فاتت. نجم نجوم النادي الأهلي كابتن سعد سمير. يا سعد مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا أمير ومنور ومساء الخير على كل جمهور النادي الأهلي. اهلا بك يا سعد، عايز ابارك لك طبعا في البدايه، بطوله غاليه جدا، بطوله مهمه، انتوا تعبتوا كتير واستحملتوا كتير زي جمهور النادي الاهلي على مدار الموسم ده بمختلف كواليسه، البطوله دي بالتحديد انت كسبت بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي وبطولات دوري كمان كتير جدا مع النادي الاهلي، هل البطوله دي يا سعد بالنسبه لك اغلى بطوله وازاي شايف كواليس الموسم بشكل كامل؟ والله امير الحمد لله يعني بطوله مهمه بالنسبه لنا طبعا، بطوله يعني مدتها وطولها على مدار سنه كامله يعني جاي سقطتها من كده وجاي ان هي مرينا باصابات مرينا بظروف صعبه تخص الفريق على المستوى النفسي وعلى المستوى الذهني والتكتلات اللي كانت ضد النادي وكل الظروف اللي كانت يعني بتواجه النادي بشكل عام. يمكن السنه دي كان في انا بقول كان في ملحمه كبيره بين النادي الاهلي وبين مجلس اداره النادي الاهلي وبين جمهوره وبين لعيبته. كويس. ان في الظروف الصعبه اللي حصلت انا شايف ان الناس دي كلها اتجمعت مع بعض، العناصر دي كلها اتجمعت مع بعض سواء جمهور النادي الاهلي العظيم والرئيسي واللي سبب في الفوز بالبطولات لان هو اللي بيديك الدافع، هو اللي بيحسسك بالامان، هو اللي بيحسسك على طول ان احنا في ظهرك ومجلس اداره النادي الاهلي طبعا والجهاز الفني واللعيبه كله اشتغل وكله اخلص ودايما الاخلاص والروح هي سر نجاح النادي الاهلي. ممكن ما نكونش احنا احسن فرقه بتلعب كوره، ممكن ما نكونش في اوقات احنا احسن فرقه بنقدم كوره ممتعه، لكن ممكن تلاقينا احنا احسن فرقه رجاله، احسن فرقه عندها روح، احسن فرقه عندها قلب، وهو ده سر نجاح النادي الاهلي على مدار تاريخه، الروح هي الاساس، بعد كده الفنيات بتيجي. شفت امبارح اللعيبه في الملعب يعني بخصوصا حسين الشحات شفت اداؤه وشفت فعلا لما اللعيب بيلعب مرتاح واللعيب بيلعب من غير ضغوط وبيلعب بقلب وبيلعب بروح يبان معدنه وكل زمايلي طبعا، بس انت في حاجات كده مواقف معينه لما انت بتخرج منها وبتخرج منها بشكل قوي ربنا بيديك البطوله، فالحمد لله على البطوله زي ما انا قلت لك الناس تعبت السنه دي لكن انا ما بشوفهاش ان هي اغلى بطوله. ما بتشوفهاش اغلى بطوله؟ انا ما بشوفهاش اغلى بطوله. ليه بقى؟ لان احنا على المستوى الفني الدوري لو كنا خدناه من الاول بنفس قوه الدور الثاني كنا هنحسمه من بدري. ده سبب فني، انا بتكلم على السبب الفني، لو كنا ركزنا في الدوري في الدور الاول كنا هنحسمه بشكل كويس جدا من بدري زي السنين اللي فاتت. لكن على المستوى اللي حصل الناس مبسوطه جدا بيها وبتعتبرها بطوله غاليه، وطبعا اي بطوله بتخش لنا بطوله غاليه، لكن في بطولات الحسم فيها كان اصعب من كده. لكن انا بقول لك عشان الظروف بالظبط الصعبه اللي مرت بالبطوله فمخليه حلاوه البطوله اللي هي ليها طعم مختلف. طيب سعد، انتوا ما بين بعض كلاعبين للنادي الاهلي وبعد البدايه غير الموافقه في بطوله الدوري زي ما انت بتقول، الكلام ما بينكم من بعض كان ايه؟ هل شكيتوا لحظه ان ممكن النادي الاهلي ما يفوز بالبطوله السنه دي، ولا كنتوا بتحفزوا بعض، ولا الكلام كان ماشي ازاي عشان نوصل برضو لجمهور النادي الاهلي فكر لعيبه النادي الاهلي؟ بص يا امير، احنا كلاعيبه عندنا نقطه يعني اتورثناها من على الاجيال اللي قبلنا. كويس. احنا بنثق ثقه تامه في جمهور النادي الاهلي. حلو. ما عندناش شك ان جمهور النادي الاهلي هيبقى في ظهرنا وهيبقى سند لينا وهيبقى دعم لينا على مدار التاريخ وعلى مدار المشوار اللي انت بتمشي، سواء بتكسب سواء بتخسر، سواء بتأدي كويس سواء بتأدي وحش، حتى في أسوأ حالاتك وجمهورك بينتقدك وجمهورنا بيبقى عايزنا ان احنا نفوق وعايزنا ان احنا نأدي احسن اداء، احنا بنبقى حاسين بالامان، حتى في عز ما الجمهور بينتقدنا احنا بنبقى حاسين بالامان لان في ظهر ورانا. تعبير مهم قوي حاسين بالامان ده مع جمهور النادي الاهلي ده شيء مهم ويدل على مدى اهميه النادي الاهلي في مساندته دايما للاعيبه النادي الاهلي حتى لو في ظروف صعبه يا سعد، وابرز هذه الظروف طبعا خروج المؤسف من بطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. طبعا، فانا بقول لك حتى في عز ما الجمهور بينتقدك انت انا ببقى شايف ان النقد ده عشان خاطر الفرقه، عشان بالزبط. خاطر النادي، عشان خاطر الناس عايزاك في احسن مستوى على طول. فمن هنا بتيجي نقطة ان احنا لازم على قد الثقة اللي احنا واثقين فيها بجمهورنا لازم جمهورنا يبقى واثق فينا، فاحنا لازم اللي تورثناه اللي بقول لك عليه احنا بنلعب لحد اخر دقيقة. احنا بنلعب لحد اخر نفس، لحد ما الحكم يصفر، لحد اخر ماتش في الدوري. واحنا واثقين في نفسنا جدا، والنادي الاهلي دايما على مدار تاريخه لو لعيبته عايزة تحقق حاجة جواها وايد واحدة وروح واحدة هتحققها، فهنا السر اللي انت بتشتغل عليه. احنا هنشتغل ونتعب الماتشات اللي بقينا نكسبها كلها
ده اللي احنا كنا بنستني فيه، نكسب اي ماتش بالنسبه لنا نكسبه، واحنا عارفين ان هيحصل ضربات في الدوري. واحنا الحمد لله برضو عامل الناس معانا، مجرد ما بنشد حيلنا وبنتفوق وبنمشي في طريقنا الصح، المنافسين بيبتدوا نفسيا يقعوا مننا وبيبتدوا نفسيا ما يكملوش معانا، فهو النادي الاهلي كده على مدار تاريخه. وده يحسب للعيبته ويحسب خصوصا للعيبه القدام اللي ليهم تاريخ في النادي بقى لهم فتره في النادي. بالظبط. ويحسب للجهاز الفني طبعا والدور اللي بيقوم بالجهاز الفني، سواء الكابتن طلعت حفيظ، سواء الكابتن محمد يوسف، الكابتن سامي قمصان، الناس المصريين خصوصا لانهم عارفين تاريخ النادي مع مستر لصارتي وجهازه طبعا. اكيد. طيب سعد، عايزين نطمن الناس على اصابتك، الامور ماشيه ازاي؟ هترجع امتى؟ تنتظم في التدريبات الجماعيه امتى ان شاء الله؟ الحمد لله الامور ماشيه بشكل كويس. ان شاء الله موجود في القاهره بكره، وهو خلاص يعني هكمل بقى البرنامج المرحله الاخيره في البرنامج التاهيلي بتاع مصر. وان شاء الله في خلال 3 اسابيع اكون موجود مع الفريق ان شاء الله. الفتره دي كانت صعبه عليك يا سعد، فتره الاصابه، وخصوصا ان هي جت في وقت صعب وحاسم، سواء في البطوله اللي بيشارك فيها النادي الاهلي بطوله الدوري، وكمان بخصوص امكانيه انضمام لمنتخب مصر في هذا التوقيت، كان بيتم اختيار اللاعبين والعناصر اللي ممكن تمثل منتخب مصر بطوله الامم الافريقيه. حسيت ان دي اصعب فتره عليك؟ والله يا امير طبعا زي ما انت بتقول هي فتره صعبه وتوقيت سابق التوقيت صعب، بس انا كان اللي شغلني رقم واحد النادي الاهلي. كويس. هو ده اللي كان شغلني بصراحه، لان كنا في منافسه قويه، وبعدين كنا في بطوله افريقيا ومفروض كنا هنلعب صن داونز وبدايه ادوار بقى اللي هتاهلنا الادوار النهائيه، فالاصابه طبعا ده في توقيت صعب. والاصابه كمان كانت قويه لدرجه انا ما كنتش عارف ان الاصابه قويه كده، انا كنت عايز اقوم لما اتخبطت، عايز اقوم والعب واكمل، قمت لقيت نفسي وقعت مش قادر ادوس على رجلي. فطبعا اصعب حاجه على لعيب الكوره الاصابه. اكيد. وانا من الناس اللي اصاباتي انا ما اتصبتش كتير، لكن الموسم ده بالنسبه لي كان معظمه اتصبت في معظمه. فكان موسم صعب بالنسبه لي شويه، وغير ان انت في اوقات بتتحامل وبتلعب على نفسك عشان خاطر برضه انت بتلعب في نادي كبير، وكل ماتش ليك في النادي الاهلي ده تاريخ، فبتبقى عايز تلعب ونفسك تلعب، ففي اوقات بتدوس على نفسك وبتلعب وانت مصاب، وده بيبقى غلط. لكن الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على الاصابه ده قدر بتاع ربنا، ونشتغل ونرجع اقوى من الاول، ونقدر ان شاء الله نبقى عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. يعني ان شاء الله ترجع افضل من الاول يا سعد. لكن برضو عايز اسالك على تريزيجيه، وانا عارف ان انت من اقرب المقربين لتريزيجيه، واللي بنبارك له اكيد على انضمامه لنادي كبير زي فريق استون فيلا في الدوري الانجليزي، وخطوه كبيره جدا انتقال من الدوري التركي للدوري الانجليزي، وخطوه كان مستنيها الجمهور المصري بشكل كامل لمحمود حسن تريزيجيه. رايك ايه في الخطوه دي بالنسبه لتريزيجيه يا سعد؟ طبعا تريزيجيه يعني انا ببارك له طبعا على الخطوه، مهمه جدا. تريزيجيه انت عارف امير ان هو اخويا الصغير. طبعا. تريزيجيه احنا عشنا مع بعض يعني بيت واحد 4 5 سنين كنا قاعدين مع بعض احنا في النادي الاهلي. وهو كان موجود في النادي. تريزيجيه في ميزه مش موجوده في اللعيبه كتير دلوقتي. تريزيجيه رقم واحد عنده تحمل مسؤوليه كبير جدا، وعنده اصرار رهيب. واللي ما يعرفش تريزيجيه كويس، اللي يعرف تريزيجيه كويس يعرف ان عنده اصرار رهيب، ان هو عايز يوصل لهدفه وعايز يحقق حاجه. هو صبر الفتره اللي فاتت، استحمل كتير، وكان عنده طموحات عايز يحققها، اتاجلت شويه. طبعا كل ربنا بيبقى كاتب لكل واحد طريقه، وكاتب ميعاد معين هتحقق فيه اللي انت عايزه. صح. فالحمد لله احنا كنا بنفكر في طريق ثاني، طبعا انا بقول كنا بنفكر عشان احنا يوميا بنتكلم مع بعض. كنا بنفكر في طريق ثاني خالص واتجاهات ثانيه، وبعدين ظهرت انجلترا وظهرت الانديه في انجلترا. كان التفكير في ايه طيب يا سعد؟ كان في عروض من ايطاليا، كان في سامبادوريا، وكان في عروض من نادي ثاني في ايطاليا. وكان في عرض من اسبانيا، لكن احنا كنا مثلا بنقول تريزيجيه كان تفكيره ان هو عايز يطلع على اوروبا وعايز يطلع على نادي كويس. وكان شايف ان ايطاليا محطه كويسه، فلما طبعا ظهرت انجلترا وظهر تمسك المسؤولين في استون فيلا في المدرب متمسك بيه جدا، وطريقه لعبهم هتناسبه، وهو عارف مواصفات تريزيجيه كويس. فطبعا القرار كان محسوب، وبعدين الناس مريحاه جدا. ولما راح عمل الكشف الطبي وكل طلبات وافقوا عليها، فهم حاسين ان هم جايبين نجم، جايبين لعيب هيفيدهم. بالظبط. فطبعا ببارك له، وهو تريزيجيه استاهل كل خير. تريزيجيه تعب وشيء كتير جدا، واستحمل كتير جدا، وفي الاخر ربنا كرمه. ويمكن هو كان مخطط يا امير ان هو كمان سنتين ثلاثه، تفكيره لما بيتكلم هو كان يقول يعني سنتين ثلاثه هبقى في انجلترا، هبقى اسبانيا، هبقى انا هاخد من تركيا، هبقى في مكان كبير. لان هو بيتمرن بشكل رهيب، بيشتغل على نفسه كويس جدا، وانا متوقع، انا بقول لك متوقع سنتين ان شاء الله على الاقل، وهيبقى في اكبر انديه في انجلترا ان شاء الله باذن الله. اتمنى لتريزيجيه كل التوفيق يا سعد. انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله ترجع لنا بالف سلامه، ترجع مصر وتنتظم في تدريبات النادي الاهلي بعد ما تخلص برنامجك، وان شاء الله تتالق كالعاده
مع النادي الاهلي. بشكرك يا سعد، شكرا جزيلا. طبعا سعد سمير نجم النادي الاهلي ونجم دفاع النادي الاهلي، وفي الحقيقه سعد عنده شخصيه النادي لانه ارتبط وتعامل مع الاجيال او الجيل اللي قبل كده، بالتحديد جيل ابو تريكه وائل جمعه وعماد متعب، الناس دي وبركات، طبعا قلنا اسامي كتير جدا يعني. فعنده العقليه بتاعه الناس دي وعنده تفكير وشخصيه النادي الاهلي، فده بيميز سعد بشكل كبير جدا. ان شاء الله نتمنى لسعد كل التوفيق. وليد سليمان وشنطة الاجوان، وكأنه كلمة السر وليد سليمان. وليد سليمان على طريق كريستيانو، وليد سليمان يلقي بكلمة الافتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر للمدرب البدري. إنما وليد إيه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. يا ولد يا ولد يا ولد يا وليد يا سليمان. طيب بيبو في الحقيقه يعني بيجيب لنا في الايرادات لاكتر من لعيب في النادي الاهلي اللي بيستحقوا كل التحيه والتقدير، منهم طبعا وليد سليمان. وليد سليمان عمل موسم رائع، ممكن غاب لبعض الفترات بالتحديد الفتره الاخيره بسبب الاصابه، لكن في نفس الوقت كان ساهم بشكل كبير في فوز النادي الاهلي بكل تاكيد بهذه البطوله، ولعيب مهم قوي عنده خبرات كبيره جدا جدا. وليد سليمان بنبارك له، بنبارك لكل لاعبين النادي الاهلي، بنبارك لنفسنا، بنبارك لكل جمهور النادي الاهلي، مسؤولين ومجلس اداره النادي الاهلي تحديدا. يعني مجلس اداره النادي الاهلي ودي جزئيه مهمه قوي لازم نتكلم فيها، استحمل وشاف امور كتيره جدا جدا هذا الموسم وما فيش اي مجلس شافها. انا مش بقول كده عشان احنا في النادي الاهلي في ظل تواجد مجلس الاداره الحالي برئاسه كابتن محمود الخطيب، الاطلاق الاطلاق احنا بنساند اي مجلس اداره موجود، ده طبيعي وده دورنا ودور اي اهلاوي عامه، مش القناه يعني، دور اي اهلاوي ان هو يساند اي مجلس اداره موجود. لكن بالتحديد المجلس ده برئاسه الكابتن محمود الخطيب تعب كتير وكان عليه انتقادات كبيره في بعض الاوقات، دي حقيقه، بسبب ان البعض ما كانش عنده وعي، البعض من جمهور النادي الاهلي ما كانش عنده وعي للظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي هذا الموسم، ما كانش عنده وعي للحروب وكم هذه الحروب اللي بتتعمل على النادي الاهلي هذا الموسم، والله دي حقيقه. احنا مش بنقول كده بقى عشان خلاص الاهلي خد دوري والموضوع مش عارف ايه وكلام من ده، لا. حقيقه، افتكر راجع الشريط بتاع الموسم ده كده هتلاقي امور عجيبه وغريبه حدثت في الدوري المصري، هتلاقي تضامنات حدثت ما بين بعض الانديه عشان النادي الاهلي ما يفوزش ببطوله الدوري. مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب استحمل كل الكلام ده، واستحمل الضغوط واستحمل الانتقادات، وفي نفس الوقت لما لقى ان الفريق محتاج تدعيم في شهر يناير جاب لاعبين مهمين قوي، وكانت الخزنه مفتوحه، خزنه النادي الاهلي، خزنه النادي الاهلي كانت مفتوحه لانتداب اللاعبين المميزين لكود النادي الاهلي الفوز ببطوله الدوري الممتاز. فكل التحيه والتقدير لمجلس اداره النادي الاهلي، ده شيء مهم جدا. امبارح كان في تصريحات عديده في الحقيقه لكل نجوم النادي الاهلي، معانا تقرير مهم قوي عن تصريحات لاعبي النادي الاهلي بعد التتويج بالبطوله رقم 41. بعد التصريحات دي هنروح لفاصل، بعد الفاصل فقره مهمه جدا وضيفنا العزيز الناقد الرياضي الكبير استاذ محمد القوسي بعد تقرير وبعد فاصل، يلا بينا. بينورني ويشرفني في الاستوديو الاستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير استاذ محمد القوسي. يا استاذ قوسي منورنا ومشرفنا والف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا امير. طيب حمرا وبتاع وايه؟ الدنيا كلها حمرا. لقد احمرت القاهره زمان. الاستاذ نجيب المستكاوي الله يرحمه كان قال الفاز بالدار فخد عنوان مانشيت كده احمرت القاهره. بالظبط. فامبارح كانت احمرت مصر. فعلا. كانت مصر باللون الاحمر. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي الذي تعب وتحمل وصمد في مواجهه عواصف عاتيه، مبروك لاعضاء النادي الاهلي، مبروك للاعيبه الاهلي وجهازهم الفني والاداري والطبي. الحقيقه واحد من اصعب المواسم اللي مرت على النادي الاهلي عبر تاريخه يعني،
والحقيقه يعني تحضرني الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني حاولوا مكرا بالاهلي فانقلب عليهم مكرهم، حاولوا كيدا بالاهلي فباتوا هم المكيدون، حاولوا التقليل من الاهلي فانتصر الاهلي عليهم جميعا، تفوق الاهلي، تميز الاهلي، حاولوا ابعاد الاهلي عن منصه التتويج فوقف وحيدا شامخا يغرد يعني على المنصة رافعا درعه الواحد واربعين، هل من منافس؟ درع واحد واربعين من ستين درع، يعني رقم مهول ورقم قياسي ورقم خيالي طبعا. ليرفع الأهلي رصيده من البطولات إلى 139 بطولة، رقم قياسي عالمي، 136 بطولة، رقم قياسي عالمي لم يطله أي فريق في العالم. ده النادي الأهلي، دي قيمة النادي الأهلي، الأهلي بتاريخه بقيمته بشموخه بمبادئه بأخلاقياته يقدر يحقق كل أهدافه. وانتصرت المبادئ في النهاية. طبعا المبادئ انتصرت، القيمة انتصرت، الأخلاق انتصرت، الانضباط انتصر، الالتزام انتصر، البعد عن المهاترات اللي ملهاش أي لازمة. الأهلي تعرض لعواصف شديدة جدا ولكن صمد كما الجبل. يعني زي ما بيقول المثل، يا جبل ما يهزك ريح رغم الرياح العاتية والعواصف واللي كانت حول الاهلي، الا الاهلي صمد كثيرا في هذه المواجهه. عندنا كلام كتير قوي بس خلينا نروح لفاصل، بعد فاصل نرجع نكمل، يلا بينا. انا بحب احمد فتحي على المستوى الشخصي في الحقيقه، شخصيه ممتازه طبعاً. مع كرويا طبعا ما فيش جبار عليه، كشخصيه كمان مميزه جدا، انا بحبه جدا بصراحه. احمد فتحي رمز من رموز لعيبه كره القدم في النادي الاهلي، لاعب راجل، لاعب محترم، لاعب قيمه كبيره جدا، في قامات كده يعني سواء لعبت او ما لعبتش بيكون لها تاثيرها وكل لها دورها أكيد. موجود في النادي الاهلي، بتدعم بـ 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 بتساعد، بتنقل قيم ومبادئ للاهلي، بتنقل خبراتها للاعبتها، حتى بمجرد الناس ما بيشوفوهم بيتكلموا، بمجرد الناس بيشوفوهم بيتحركوا، بمجرد ما بيشوفوهم بيتصرفوا، ما هي قيم الاهلي بتنتقل بكده، يعني ما حدش بيقعد يحفظها، لكن بتنتقل من اجيال بالتصرف، بالسلوك، بقول، بموقف. ده الموقف، وده اللي بيدي الاهلي القيمه، وده اللي بيدي الاهلي التميز، وده اللي ادى الاهلي 41 درع دوري متفوقا بشكل كاسح على الجميع. دي بطوله بتاعت النادي الاهلي، انت بتتكلم في فرقه كانت في المركز ال 18 تصعد للمركز الاول وتاخد البطوله، بتتكلم في فرقه في شهر يناير كان عندها 27 بطوله. المركز ال 18 بسبب مؤجلات برضو لازم ماشي، ما انا ماشي اوكي مع مؤجلات، ما مؤجلات اصل انت لما يكون فريق لعب كل ماتشاته، ما ده ضغط شديد جدا عليه. بالظبط بالظبط. انت ما هو المنافس بتاعك خد كل النقاط وخلص، يعني كان 41 نقطه و27 نقطه. فهو خلاص ضمانهم، حتى لو انت عندك مباريات انت ما عندكش مضمون، هو يعني السمك بتاعه بقى في ايده، اما انت السمك بتاعك ما زال في الماء يجري، هل هتصطاده ولا مش هتصطاده؟ الاهلي صاحب النفس الطويل، الناس شككت فيه كتير جدا، الناس قللت من قدراته، الناس يعني استبعدت ان الاهلي ممكن يفوز بالبطوله، لدرجه ان نجوم كبار راهنوا على ان مستحيل ان النادي الاهلي يفوز بالبطوله. طبعا هم يعني شفنا كابتن جلال حميد قال لك انا يعني ما قلته كله بيتداول، مش عايزين نقولها، احنا بنحمل له كل الاحترام والتقدير. أكيد أكيد أكيد. هو توقع والتوقع خاب. يمكن حتى زميلنا الكبير الاستاذ الدكتور طارق ادور برضو كان متوقع، والنهارده منزل اعتذار، يعني وده من شيم المحترمين انك انت بتعتذر، يعني مش بيعتذر، بيوضح موقفه، يعني طلع حتى يقول انا كنت متوقع ان الزمالك يفوز بالدوري لان المقاومات الفنيه اللي كانت موجوده في ذلك الوقت كانت ترشحه، لكن خاب توقعه. يعني اللي يراهن ضد الاهلي يعني صعب جدا ان يكسب. النادي الاهلي له ثوابت، له قيم، له اهداف. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ من 6 شهور والاهلي بعيد قوي صح، وفرق 20 نقطه، بيقول الاهلي بطل الدوري، والناس في ناس كانت بتضحك وناس بتسخر وناس بتهرج، لكن هو كان عنده ثقه كبيره جدا. الناس استبعدت الاهلي من المنافسه اصلا، مفيش ده استبعدوه، قال لك المنافسه بين الزمالك وبيراميدز والاهلي بره، يعني حتى ان مدير الكره في الزمالك قال لك انا منافسي بيراميدز. طبعا عادي جدا كل واحد يقول اللي يقوله، لكن في النهايه من يضحك اخيرا، من يكسب اخيرا، من يفوز اخيرا، هو دائما النادي الاهلي اللي رافع رايته واللي بيصدر البسمه والسعاده لجماهيره. الاهلي يا امير كما تعلم تعرض هذا الموسم لخبطات لو تعرض لها لاي فريق اخر لانفرط عقده، يعني الفريق ده كان ممكن يتبعثر نهائيا وصعب يتلم او يقوم بعد 5-6 سنين. يعني لما تتعرض لصدمات في البطولات القاريه، في البطوله العربيه، في لعيبه تمشي، في عدد غير قليل من اللعيبه مصابين،
في ضغط عليك من مباريات بشكل غير عادي. لما تضغط وتلعب 8 مباريات مثلا صح. في شهر او في اقل من 30 يوم كل 48 مفيش حد ماتش. مفيش حد حتى المنافس بتاعك لما وصل يلعب كده ما عملولوش كده مع الاهلي. فالاهلي ولما الاهلي طالب حتى ما نفذوش الكلام ده. الاهلي عمل كل ده ورغم كل ده ورغم كل اللي انتوا عملتوه ده الا ان الاهلي قدر يوصل لهدفه وقدر يحقق البطوله بكل تقدير وبكل ثقه وبكل احترام ومؤكدا على ثقه جمهوره. وعايز اكد برضو على كلمه جمهوره هو اللاعب رقم 1 و2 و3 و4. جمهور النادي الاهلي لم يفقد الثقه ابدا. جمهور النادي الاهلي بعد ماتش سان داونز لما الاهلي لعب هنا وكسب 1-0 وقف في المدرجات يصفق لعيبه الاهلي مشهد لا ننساه على الاطلاق. يصفق للاعيبه النادي الاهلي والدوري الاهلي. شوف 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 الجمهور بيفكر فيه. البعض انتقد الحته دي ان الجماهير سقفت لعيبه النادي الاهلي بعد هزيمه قاسيه من صن داونز وهم ليهم كل حق. هم اكيد ما بينتقدوا بيبقى غير عن النادي الاهلي يعني. لكن في نفس الوقت في جماهير شافت ان الاهم اللي هم كانوا متواجدين في المدرجات في اليوم ده ان الاهم ان انا نساند الفريق. خلاص بطوله مش هنبكي عليها، عندنا بطولات اخرى لازم نكسبها، والنتيجه دلوقتي ان احنا كسبنا بطوله الدوري الاصعب على الاطلاق يعني. هو ده هو ده الجمهور العظيم، هو ده الجمهور اللي بحجم النادي الاهلي، هو ده الجمهور اللي متربي على القيمه وعلى المبدا وعلى الاختلاق وعلى الاخلاق وعلى الاحترام. الاحترام اللي هو بيصنع كل حاجه، الاحترام المتبادل بين الناس، الاحترام المتبادل. شفنا مجلس اداره النادي الاهلي اتعرض لضغوط غير عاديه، ضغوط غير طبيعيه، ضغوط يعني الله وحده يعلم بكم هذه الضغوط طبعاً. يمكن ناس كتير جدا ما تعرفش الضغوط دي اللي تعرض ليها مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، لكن هذا المجلس صمت. لا شفناه خرج عن النص ولا شفنا الضغوط خليته يكسر قيم مبادئ الاهلي وانخرط ويخش في معارك جانبيه، ولا شفنا الضغوط ضغطت على اعصابه وخليته يطلعوا الفاظ مش كويسه، ولا شفنا الضغوط خلت اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي يطلعوا ويهرتلوا ويقولوا الاهلي سار في طريقه محترما منضبطا ملتزما بمبادئه وقيمه وده اللي بيوصل الاهلي. النادي الاهلي لما الفرقه حصل لها كده في افريقيا لم يهدم المعبد على ما فيه، لم يتم الاطاحه بلاعبين ولا حد يتكلم على اللاعبين، الجهاز الفني استمر زي ما هو، دعم، خد ثقه، خد كل الامور مشيت بشكل كبير جدا. فهي منظومه متكامله، اللاعبين برضو كان عندهم نفس القدر ونفس الرغبه ونفس الحماس في يعني الضغوط والمباريات المتتاليه كان مؤثر على مستواهم في بعض المباريات واثر على الاداء، لكن في النهايه كانوا بيحققوا الهدف المطلوب وقدروا يصلوا في النهايه الى لحظه الفرح، لحظه السعاده، الى الهديه العظيمه اللي معتاد يقدمها النادي الاهلي لجمهوره كل سنه، الدوري رقم 41. والان بدانا مسيره النجمه الخامس ان شاء الله باذن الله، ومستنيين هدايا اكتر كمان من النادي الاهلي ان شاء الله بخصوص مختلف البطولات. لكن في سؤال جه على بالي كده دلوقتي يا استاذ اوسي، من المستفيد الاكبر بتاجيل مباريات الدوري لما بعد بطوله الامم الافريقيه من وجهه نظرك؟ هو طبعا اللي استفاد وحقق استفاده النادي الاهلي. النادي الاهلي رغم ان الهدف كان ان الاهلي يتاثر ويضار بعد البطوله. الهدف كان كده، الهدف كان كده يعني. النادي الاهلي كان بيطالب ان يلعب مبارياته قبل كاس الامم الافريقيه لاسباب كتيره جدا، عشان تاخد راحه وتريح لعيبتك وتقدر ما تعملش فاصل كبير جدا 60 يوم ما بيلعبوش كوره، بينفرط العقد يعني، الحماس بيقل، حاجات كتيره جدا بتحصل ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل في 60 يوم. الاهلي كان عنده اصرار شديد جدا لكن تكاتفوا وتكالبوا واصروا على ان البطوله تتلعب. فسبحان الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. يعني من كان مصرا على لعب البطوله بعد كاس الامم الافريقيه هو من تضرر ومن فقد لاعبين مهمين جدا في الفرقه بتاعته. الاهلي يعني ظهر بشكل قوي، بشكل مميز، قدر يستريح بشكل كويس وقدر يحقق نتائج طيبه، حقق نتيجه في ماتش المقاولين وخلاص انتهت البطوله يعني. طيب عايز اتكلم على عدد كبير جدا من اللاعبين. كان في تقرير معانا وحضرتك علقت على علي معلول بالتحديد، كان معانا تصريحات ليه من شويه. قلت لي ان علي معلول احد ابرز نجوم النادي الاهلي هذا الموسم، حابب تقولي عن علي معلول وهل هو الافضل هذا الموسم فعلا مع النادي الاهلي؟ هو دايما لما بنقول اللاعب ابرز او لاعب افضل او زمان اوف ذا ماتش، ده يعني لازم يكون تحتيه عنوان مهم جدا اللي هو اللاعب الاكثر تاثيرا في نتائج الفريق. كويس كويس قوي. ايه اللاعب الاكثر تاثيرا؟ اللي يكون يعني بيساهم في صناعه الفوز، اللي بيمنع فريقه من انه يخسر، بيساهم في انتصارات فريقه. علي معلول السنه دي كان مؤثر جدا في فريق النادي الاهلي، يمكن سجل 7 اهداف منهم 5 اهداف على الاقل مؤثرين كانوا سبب مباشر في 3 نقاط للنادي الاهلي. وفي اوقات صعبه جدا يعني، اوقات ممكن لو نفتكر ماتش طلاع الجيش الهدف اللي جابه، لو نفتكر ماتش الاتحاد السكندري لما فتح الباب،
المصري جاب في المصري ايوه جاب في سموحه يعني جاب سبع اهداف سموحه جاب اكثر من هدف لا 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 كان بقول لك على في خمسه مؤثرين حرس الحدود اعتقد قطاع الجيش حاجه في خمس اهداف مؤثرين ليه كانوا سبب في ثلاث نقاط مباشرين غير ان سبع اهداف اللي سجلهم وهو لاعب اصلا ليس مهمته تسجيل الاهداف ان هو عمل اسيست اسيست اللي سجلت اهداف ايضا سبع اهداف مؤثره وعمل سبعة اسيست برضو يعني عمل سبعة اهداف وسبعة اسيست فكان لاعب مؤثر جدا لاعب ملتزم جدا لاعب السنه دي مستوى من اعلى المستويات وثابت جدا في الفريق لعب 25 ماتش تقريبا مميز جدا الحقيقه ضيق علي معلول وقيمته كان قدامه فرصه ان هو يمشي لكن هو تمسك بالبقاء في النادي الاهلي وما زال متوقع ده الموسم الثالث ليه في النادي الاهلي واعتقد انه مكمل مستمر وهو اضافه كبيره للنادي الاهلي واعتقد ان منتخب تونس خسر كثيرا عندما لم يضمه ضمن صفوفه في نهائيات كاس الامم الافريقيه التي اقيمت في مصر وانتهت يوم 21 الماضي فتحيه طبعا لعلي معلول هذا اللاعب المميز يعني وتحيه لكل نجوم النادي الاهلي في الحقيقه اللي جابوا لنا البطوله الغاليه دي عندنا بعض من الاحصائيات عملها لنا زميلنا العزيز عمرو فهمي خاصه ببطوله الدوري بشكل كامل والموسم السنه دي هذا الموسم الصعب وعدد المباريات اللي اقيمت حتى الان 305 ناقص ماتش ما بين الاهلي والزمالك طبعا يوم الاحد القادم عدد المؤجلات المباراه الوحيده اللي ناقصه اهلي وزمالك عدد الانتصارات 198 عدد مرات فوز صاحب الملعب 104 عدد مرات فوز الضيوف 94 عدد التعادلات 107 عدد التعادلات الايجابيه 68 السلبيه 39 عامل لنا احصائيات كتيره جدا في الحقيقه الاحصائيات دي بتدل على شيء معين يا استاذ اوسي لا طبعا الاحصائيات طبعا بتعبر لك على نسبه التهديف اللي موجوده في الدوري نسبه كويسه لما 728 هدف اعتقد ان النسبه مش بطاله مش اقل يعني اكتر من هدفين في المباراه لما نتكلم عن 305 مباريات في 728 هدف فده شيء جيد وشيء قوي وشيء مميز كمان بيوضح لنا زميلنا عمرو فهمي في الاعداد برضو حاجه مميزه عن الحكام اللي اداروا مباريات لاول مره في تاريخ الدوري المصري 26 حكم اجنبي بيديروا مباريات في الدوري المصري وده اعتقد اثر على حكامنا بشكل واضح وشكل قوي وشكل كبير جدا سلبية من ضمن السلبيات وقلل مش طبعا سلبية من ضمن السلبيات مش مصر اللي تعتمد على حكام اجانب يعني اعتقد ان احنا نقدر نطلع كفاءات تحكيميه كبيره وعندنا كفاءات تحكيميه اذا لجنه الحكام واتحاد الكره اشتغلوا بشكل جيد وشكل مميز اكيد هيطلع عندنا حكام كبار وحكام مميزين ده خلى حكامنا ما يحكموش غير ثلاث ماتشات في دوري المجموعات ومحدش يحكم ماتشات خالص وفي الاخر ماتش الطرديه اللي ادوه للكابتن جاد جيشه الماتش اللي هو الثالث والرابع اللي ملوش اي معنى اللي ما يفرقش مع اي فريق لان في النهايه كل فريق من دول جايزته 2 مليون دولار لا هتزيد ولا هتقل خسر كسب فعادي فكان ماتش بالنسبه لنا لا يفرق يعني ما خدناش ماتش في السيمي فاينال ما خدناش ماتش في دور الثمانيه غالبا يعني لما يكون الفريق الدوري المنظمه مش موجود فالحكم ممكن يبقى موجود من عندك واخد بالك ده ما حصلش يعني يعني تشعر ان الثقه الداخليه والخارجيه في الحكام المصريين قلت اتمنى ان ما حدث في هذا الموسم ينتهي تماما كان نوع كمان فرص مش اللي معاه فلوس يجيب حكام اجانب واللي معهوش يعني ياخد بالمصري يعني ماشي يعني وشفنا حكام اجانب جم اقل من عندنا بكتير جايين حتى من دوريات اقل من الدوريات المصريه مستوياتهم يعني اضطر يجيب اي حكام باي شكل وكمان التكلفه الماليه بتاعتهم لو انفقت التكلفه انفق عليهم ما لا يقل ل 26 طاقم ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه على الاقل انفقت لو انفقت على الحكام المصريين اللي ما خدوش بدلاتهم تقريبا السنه دي خالص او بياخدوها البدلات بياخدوها باثر رجعي متاخره عام اعتقد ده هيساهم في تطوير مستواهم بدرجه كبيره جدا هيرفع من مستواهم عايزين نعمل منظومه للتحكيم المصري ونصل الى الحكم المصري المحترف اللي يكون على مستوى اللعيبه اللي يكون شبعان ماديا ما يكونش عنده شغلانه تاني مرتبط بيها ومنشغل بيها ومشغول بيها طول الوقت يكون متفرغ للسفاره طول الوقت بيجهز نفسه بدنيا بيجهز نفسه اداريا بيجهز نفسه فنيا بيجهز نفسه تحكيميا وقوانينيا ولا يعني كل الحاجات دي يقدر لازم يكون عندك حكم متفرغ ويكون بياخد مقابل مادي محترم مش معقول انت بتديله 3 4000 جنيه واللي بيجي عندك ياخد 15000 دولار يعني ما فيش مقارنه خالص حرام يعني ده حتى تجيب لي ناس احباط يعني فاتمنى ان نرفع مستوى التحكيم زي ما رفعنا من الحاجات دي طيب يعني دي جزئيه مهمه حضرتك فتحتها جزئيه التحكيم بالمره يعني عندنا الموسم الجديد نتمنى ان الامور تمشي بشكل كويس عكس الموسم اللي بيخلص خلاص بمباراه الاهلي والزمالك يوم الاحد القادم فبالتالي في بعض التعليمات الخاصه بالقيد اللي تم اعلانها من قبل اتحاد الكره النهارده وانتقالات اللاعبين وكل هذه الامور القائمه خلاص اصبحت بشكل رسمي 30 لاعب شاملين اللعيبه الصغيره مواليد 97 كلام من ده اي حد اي اللي انت عايزه المهم ما يتخطوش ال 30 لاعب كمان في جزئيه مهمه قوي يا استاذ اوسي
تهم كل الجماهير بشكل عام وهي خاصه باللاعبين الاجانب. عندك برضو عدد 4 لاعبين اجانب، لكن في نفس الوقت يحق ليك قيد لاعب عربي من شمال افريقيا او من فلسطين او من سوريا، لاعب واحد بس يعتبر لاعبا محليا بخلاف الاربعه يعني الاجانب. يعني المقصود لاعب سوري ولاعب فلسطيني ولاعب شمال افريقي ولا لاعب من الثلاثه؟ لاعب واحد من الثلاثه يتم قيده محليا. مش هينفع يعني تجيب سوري كده، يبقى عندك 5 كده، 4 كمان يبقى كتير كده، هيبقى عندك 5 لعيبه اجانب. يعني مدى اهميه هذا القرار وهل هو مفيد من وجهه نظرك؟ خمسه كتير، خمسة يعني 50% من اللاعبين اجانب في الدوري المصري. لان اللي هيجيب لاعب اجنبي مؤكد ان هو هيكون لاعب مستوى عالي هيلعبه. فالخمسه يعني دول لو كانوا موجودين معاك، ففي 5 لعيبه مصريين كمان. طبعا سيبك من حارس المرمى، ان حارس المرمى خلاص ممنوع استخدام حراس المرمى اجانب. فانت لو بتنزل 10 لاعبين عندك هيبقى بتعتمد على 5 اجانب وتعتمد على 5 مصريين. اعتقد ده يقلل من قيمه اللاعب المصري ويؤثر على المنتخبات المصريه، يؤثر على المنتخبات الوطنيه. طب يا استاذ اسي ماشي، حضرتك بتقول ان هو يقلل من قيمه اللاعب المصري. طب احنا بنشوف دوريات في اوروبا ما عندهمش اصلا لوائح، يعني ما عندهمش الحته دي، هات اللاعبين محترفين زي ما انت، المهم زي ما انت عايز، يعني المهم يكون الدوري قوي. هل ده ممكن يطفي شيء من القوه على الدوري المصري؟ انا باعتقادي بصراحه يعني ده بيطفي بالقوه بس بيؤثر على المستوى الفني. يعني ده انا معاك هيطفي من القوه، بس اللعيبه اللي انت بتتكلم عليها دي يعني عندهم لعيبه محترفين في دوريات كتيره بره. يعني لما نتكلم على الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي هتلاقي عدد كبير جدا من اللاعبين الانجليزي محترفين بره او بيلعبوا في الدوري الانجليزي. الدوري الاسباني نفس الحكايه، الدوري الالماني، على الدوريات الكبيره اللي هي ما عندهاش قيود كبيره جدا زي ما هي موجوده عندنا. لكن وان كان بعض منهم بدا يتجه الى عمل قيود حفاظا على المنتخبات الوطنيه بعد ما ذاقوا مراره الفشل بره، ان اللعيبه بتاعتهم بقت اقل كتير جدا من اللعيبه الاجانب الموجوده. عموما احنا لينا نظام، وكل بلد ليها نظامها وليها وضعها وليها الظروف اللي تناسبها. يعني اعتقد ان احنا لو فتحنا الباب كده مفيش خالص لعيبه، كله هيجيب لعيبه، ممكن تلاقي فرق كامله من بره، ونلغي بقى اللعيبه المصريين والمنتخبات المصريه. لكن هذا القرار اللي كان السنه اللي عدت اثر كتير جدا على المنتخبات المصريه في جميع المراحل السنيه في كل المستويات. ما بقاش عندنا في مراكز، عندنا حتى في المنتخب الاول بتعاني بقالها يعني اكتر من 7-8 سنين زي مركز المهاجم. ليه؟ لان كل الانديه الدوري عندنا في مصر بدات تعتمد بشكل كبير جدا على استيراد المهاجم الاجنبي الجاهز بدون تجهيز مهاجم او منح فرصه للاعب صاعد ياخد فرصه. فده بيأثر بشكل كبير جدا. اتمنى ان يتم تقليص هذا العدد. يعني يمكن حتى في مواسمه القسم الثاني هيبداوا من الموسم اللي جاي اللي هو 2021 هيقلصوا العدد من 4 إلى 2 لعيبه، وده مهم جدا. انت مش مطلوب منك في القسم الثاني ان تزود عدد اللاعبين الاجانب، يعني تقلله على قد ما تقدر، سواء 2 لعيبه او لاعب ماشي، لكن في الممتاز 3-4 بكثير قوي، ويكون 3 موجودين في الملعب بحيث زي ما كانت في قيود زمان. ده مهم جدا ان احنا نهتم بيه. من ضمن برضو الامور الهامه هو فيما يتعلق باعاره اللاعبين من خلال طبعا هذا القرار الخارج من اتحاد الكوره. انت ليك حد اقصى ان انت تعير 5 لاعبين، والخمس لاعبين دول بالنسبه للاعب المعار او المستغني عنه او الذي انهى عقده بالتراضي يتم رفع اسمه من قائمه ناديه، ويمكن قيد لاعب بدلا منه بحد اقصى 5 لاعبين. يعني انت اللاعب اللي هتعيره بحد اقصى 5 لاعبين بيتم رفع اسمه من القيد وتأيد لاعب مكانه مع حقيقتك في هذا اللاعب ان هو معار ويرجع لك بعد. بالظبط. يعني انت عندك، انت مطلوب منك تقيد 30 لاعب، فعندك 35 لاعب هتعمل فيهم ايه؟ فبدل ما ترميهم او تصرف فيهم بشكل وانت محتاجهم او عايز تجهزهم، فتطلع الخمسه دول اعاره لاي فريق اخر وبيرفع من القائمه. لكن في النهايه بيظل انت بتمتلك حقوق ملكيه هذا اللاعب، لانك بتمتلك عقده. فده ماشي، دي خطوه مهمه جدا ان تتيح فرصه للعيبه تتنقل بشكل كويس جدا نايمه. وكمان تحديدها بخمسه مهم جدا علشان ما حدش يستولي على عدد كبير جدا من اللعيبه، ممكن واحد يجيب لك 10 لعيبه ويقعد يعير فيهم يعني. صح. فده مهم جدا في الموضوع. واعتقد يا ريت بقى نثبت على القايمه، يعني يا ريت القايمه نثبت عليها كده ان سنه 30 ما نجيش السنه الجايه تبقى 25. يا ريت السنه الجايه احنا ممكن نغير في نص الموسم زي ما بيحصل. لا ما طبعا لا ده ما ينفعش. يعني اتمنى ان شاء الله 30 لاعب، هي دي القايمه الخاصه بكل نادي، تستمر حتى نهايه المسابقه. ده مش نهايه المسابقه الجديده، تبقى معروف. شوف لائحه ثانيه لو انت شايف يعني الاصلح. يعني انا شايف ان يعني ما ينفعش كل سنه 25 30 25 30 25، ايهما اصلح؟ يعني ما تجيبوا خبراء الكره اللي عندنا في مصر ويحددوا انت محتاجين 25 لاعب ولا 30، هل ده في مصلحه الكره المصريه ولا ضدها؟ هل ده هيفيد الانديه ولا حلل منها؟ هل الانديه اللي بتشارك في بطوله واثنين محتاجه 30؟ محتاجه 30 مثلا يعني. فلازم نخليها 30، بتبقى الفكره كده يعني. يعني المفروض يبقى يكون القرار مدروس لمصلحه الكرة المصرية، مصلحة الأندية، مصلحة المنتخبات، ده مهم جدا عندنا يعني. طيب لسه كلامنا عن النادي الأهلي مخلص، ومن أحد أبرز نجوم مباراة الأمس يا أستاذ أوسي، وبالتحديد أنا عايز أتكلم عليه
لانه لعيب شاف ضغوط كبيره جدا اول ما جه النادي الاهلي، هو حسين الشحات تالق في المباراه واحرز هدف اكثر من رائع، بخلاف الهدف الاولاني اللي جابه من اسيست ما فيش احلى من كده من صالح جمعه الموهوب والمؤثر اكيد في اي تشكيله. لكن رايك ايه في حسين الشحات اللي ابتدى يبان امبارح بالمهارات بتاعته المعروفه عنه؟ بص انا عندي ايمان ويقين في ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يضيع اجر من احسن طبعا عنه. طبعا مستحيل تبذل مجهود، مستحيل تجتهد، مستحيل تكون مصابر وربنا يضيع جهدك، مستحيل تكون مضحي وربنا مضحي ويعني انت عملت حاجات كتيره جدا بالزبط. وربنا وانت مجتهد وانت ملتزم وانت بتعمل كل اللي عليك في الملعب، وارد جدا ان هي ممكن تقفل معاك بعض الوقت، وارد جدا انك ممكن ما تمشيش معاك بعض الوقت صح. ولكن رغم ذلك انت مصر وبتلعب وتكافح وتقاتل، بتتعرض لانتقادات شديده جدا، بتتعرض لاهانات، بتتعرض لسخريه، ناديك برضو اللي جاك بيتعرض برضو لانتقادات عنيفه جدا. كل ده تحمله حسين الشحات، تحمله النادي الاهلي، والاثنين صبروا على بعض، والاثنين تحملوا بعض، والاثنين قاتل. الاهلي كان عنده ثقه كبيره جدا في حسين الشحات، وحسين الشحات كان عنده ثقه كبيره جدا انه لازم هيوصل لمستواه المعروف، لان هو لاعب مميز، لاعب موهوب، لاعب مهاري، لاعب يقدر يصنع الفارق زي ما هو كان عامله قبل ما يجيبه النادي الاهلي. من ساعه ما جه النادي الاهلي وهو مش قادر يعمل اللي كان بيعمله ده، من ساعه ما جه النادي الاهلي مش قادر يحس ان هو لاعب مؤثر، لكن كان بيقاتل ويلعب، وما كانش احيانا بيبقى في التشكيل الاساسي واحيانا بيطلع من التشكيل من الملعب. كل ده حسين يعني استوعبه، وحسين يعني تحمله، فكانت المكافأة في النهاية من ربنا سبحانه وتعالى ان في المشهد الاخير في يوم التتويج في اليوم الجميل للنادي الاهلي جون، ده حكاية. بص يعني ادي ده جون، يعني جون ده ما يجيبوش غير لاعب كبير كبير قوي طبعاً يعني لاعب فيه كل مهارات، ده اللاعب اللي يصنع الفارق في جزء صغير جدا، جون الكره نفسها تمتع الواحد المشاهد بيتفرج وربنا يكرمه مش هو انه يبقى كويس بس على غير الماتشات اللي فاتت، ده كمان يسجل جون ويسجل الثاني ويكون سبب في حسم الدرع بالنادي الاهلي. هو ابدع في الحقيقه في الهدف الثاني يعني، فطبعا يعني تحيه لحسين الشحات لانه لاعب موهوب، واعتقد ان هيكون له دور كبير جدا مع النادي الاهلي ان شاء الله في المرحله المقبله، والماكينه بتاعه الاهداف بتاعته هتبدا تشتغل يعني. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لحسين الشحات وزملائه كلهم في النادي. في واحد تاني عايزين نتكلم عنه، مين؟ شناوي. طبعا شناوي نجم من نجوم النادي الاهلي الفتره دي، يعني منتخب مصر كمان نجم الابرز يعني. طبعا منتخب مصر عمل بطوله جيده وبطوله مميزه في يعني النادي صاحب الكلين شيت العالي في الدوري، مميز جدا، شفناه ازاي بيدافع بشكل قوي وشكله مميز جدا عن عرين المنتخب وعرين النادي الاهلي، ياتي في مقدمه الحراس يعني، حتى لما في الامم افريقيا في اللعب 4 ماتشات كان في مقدمه افضل من اللي لعبوا 7 يعني بشكل كبير، وكان مميز وظهر، ولو كان كمل منتخب مصر حتى لدور الثمانيه كان هيبقى من افضل الحراس اللي موجودين في البطوله طبعاً. يعني لكن حظه ان الفرقه طلعت مبكرا، مع ان الاهلي كان ليه دور كبير جدا كبير، واعتقد ان هيكون ليه دور كبير جدا خلال المرحله المقبله باذن سلية. الله السوليه الموسم ده مختلف جدا، الموسم ده حسينا بقيمه، لا السوليه بدا يعود عمرو السوليه بشكل طبعاً. قوي شكله مميز، وكل ليه دور فعال، وكل ليه بصمه في الوسط الدفاع بتاع النادي الاهلي، فتعتقد دي حاجه قويه وحاجه مميزه، واعتقد منطقه الوسط دي هتشتعل في النادي الاهلي السنه المقبله ويكون فيها منافسات كبيره، لا سيما بعد ما الديانج المالي اللي ضمه النادي الاهلي طبعا عندك وعندك طبعا حمدي فتحي عمل ماتش حلو قوي، حمدي فتحي امبارح حاجه مميزه جدا يعني وشفنا طبعا الكابتن حسام عاشور يعني لفت نظري امبارح، حسام عاشور هو لعب طبعا نزل عدد دقائق قليل في الختام وهو كابتن النادي الاهلي، ان حسام عاشور وهو كان قاعد بره وبتاع ان لما نزل بعد ماتش بيتكلم وقائد الاهلي بتسجل معاه دموع نزل، شفت دموع تخيل يعني، شوف بقاله فتره كتيره جدا ده لا فارق معاه ان يلعب ولا فارق معاه ان يكون في التشكيل ولا فارق معاه ان يلعب 10 دقائق ولا ساعه ولا حد ياخد مكانه، فارق معاه ان ياخد بطولات، بيتكلم عن النادي الاهلي وبيدافع عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي رقم واحد، هو النادي الاهلي والنادي الاهلي بيكسب بالناس دي، دول اللي هم اللي زرعت فيهم قيم النادي الاهلي واللي هم بينقلوها لنا دلوقتي. هو رد كمان على جزئيه مهمه يا استاذ اسيب، احنا لازم نوضحها، هو اللاعب بيرد وكل اللاعبين بشكل عام بيتابعوا، وكل الاحاديث اللي بتقال وكل الانتقادات اللي ممكن توجه وكل الاهانات والتصريحات الغريبه من بعض الاشخاص بخلاف زملكاويتهم او بخلاف ان هم بينتموا لاي نادي تاني، لكن هم بيقولوا تصريحات مستفزه، كل الاحترام والتقدير لكيان نادي الزمالك لكيان اي نادي متواجد في مصر، لكن في نفس الوقت حسام عاشور بقيمته الكبيره خرج امبارح واتكلم وقال وعيط او بكى يعني سعادته
الضغوط اللي تعرض ليها لعيبه النادي الاهلي. واحنا في الحقيقه هنا في قناه الاهلي احنا مش مكان للقصف الجبهات والكلام من ده، ان احنا ممكن ناس نستغل الفرصه زي ما الناس بتعمل ونقصف الجبهات، مش ده النادي الاهلي ومش دي اخلاق ولا اي منبر اعلامي بيحمل اسم الاهلي. احنا بنحلل فقط تصريحات منسوبه لبعض المنتمين لانديه اخرى مع كامل الاحترام والتقدير لاي كيان واي نادي، ما بالك كمان كيان نادي الزمالك نادي محترم. فحسام عاشور بقيمته وقامته بيرد على هذه الامور وهذه التصريحات المستفزه. لا طبعا يعني ده هو ده النادي الاهلي ودي قيمته ودي الاشياء. حتى لما ردوا بادب وردوا باحترام وردوا بثقه، لان لما الاهلي ما كانش متعثر، الاهلي كان عنده عدد كبير جدا من الماتشات لسه ما لعبهاش وكان ترتيبه متاخر في الدوري، فكان هناك حالات من السخريه وحالات من الكلام غير اللائق. ما حدش رد ومحدش اتكلم ومحدش عمل هوسه ومحدش عمل ضجيج ومحدش يعني خرج عن النص. فعلا الاهلي يصنع ضجيجه ده وصوته ببطولاته هي اللي بتتكلم وباخلاق الناس. يعني لا البطوله هي الوحده اللي بتتكلم دلوقتي، محدش تاني بيتكلم خالص. يعني هي الرد، هي الرد. انا برد عليك انا، انت انا كلامي معاك في الملعب، انت بتتكلم معايا انا كلامي معاك في الملعب يعني. لكن طبعا الاهلي في عز ازماته وصعوباته بيظل محتفظا بتوازنه القيمي والاخلاقي، وفي عز فرحته بيحافظ ايضا على هذا التوازن. صح. ما بينفلتش. لا انا عايز اوصل بالظبط، ما بينخرطش، ما بيسقطش، ما بيشمتش، ما بيغص، ما بيسخرش، ما بيعملش الحاجات دي كلها. الاهلي اكبر من كده لان الاهلي كبير جدا، وفوز الاهلي يمكن الفرحه شويه الدوري ده، لان كل مصر او عدد كبير جدا كان بيقول لك الاهلي الدوري، الاهلي مش هياخد الدوري، والاهلي بعيد، والاهلي انتهى، والاهلي ضاع، والاهلي مش هيقوم الامه. الان كل كلامها لا اتغير، حتى ناس كتير جدا كانت بتهاجم في الاداره الان كلامها اتغير، كانوا بيهاجموا في اللعيبه الان كلامها اتغير، كانوا بيهاجموا في الازارت الان كلامها اتغير، كانوا بيهاجموا في سيد عبد الحفيظ، واحد من افضل مديرين كره طبعا. القدم في مصر سيد عبد الحفيظ لازم يكون له دوره، لان عمل مجهود كبير، عمل مجهود كبير جدا لما تسلم الفرقه. كان الاهلي فعلا في ازمه كبيره جدا، وقدر بجهده وبمواقفه وبكلامه وبتصريحاته وبادائه ينتشل الاهلي مع الجهاز الفني ومع اللعيبه. يعني ده مهم جدا، والراجل ده لازم ياخد حقه بشكل كبير جدا. طبعاً طبعاً. فتحيه ليه كابتن سيد عبد الحفيظ. النادي الاهلي دي قيمته ودي اصوله ودي مبادئه اللي بيتناقلها من جيل الى جيل وبيعلمها للاجيال يعني المستقبل. طيب خلينا سريعا نقرا مع بعض كده تفاعلات النجوم على السوشيال ميديا، سواء لعيبه النادي الاهلي الشخصيات العامه بشكل عام وتعليقاتهم قالوا ايه. نبدا بالصفحه الرسميه للنادي الاهلي نقراها سوا مع بعض، نقرا مع بعض الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على فيسبوك، واللي نشرت عدد من الصور من احتفالات اللاعبين بالدوري بعد مباراه المقاولون، وكتبت كما عودنا كما عودناكم الدوري في الجزيره. كمان نشر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي على تويتر صوره ليه مع درع الدوري، وعلق صباح الخير صباح النصر صباح فرحه او فرحه اغلى دوري. ونشر طارق انديل كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي صورة مع الكابتن محمود الخطيب على تويتر وعلق الدوري الأغلى ودي حقيقة. أما محمد الضماطي عضو مجلس إدارة فكتب على فيسبوك مشاعر كتير وكلام كتير جوايا، صعب بحكم المنصب إنه يتقال، لكن بفضل حاجتين لازم يتقالوا، النادي الأهلي كيان كبير وعظيم مهما أي حد حاول إثبات عكس ذلك، وجمهور النادي الأهلي هو السند والدرع والأمان واللاعب الأهم حتى وإن غاب عن المدرجات. مبروك لكل من ينتمي لكيان النادي الأهلي، جمهور وأعضاء ولاعبين وجهاز فني، على دوري مهم لإثبات الذات وخطوة أولى نحو نجم. خلينا نقف على التويتر دي، اتفضل يا أستاذ. الكلام اللي قايله الأستاذ الضماطي كلام مهم جدا. شوف حتى عضو مجلس النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي لما يطلع يتكلم بيقول بحكم المنصب، يعني أنا مربوط بحكم إن في حاجات أنا ما أقدرش أقولها. صح. ده بيعبر على ان في كلام كتير جدا وفي ضغوطات كبيره جدا اتعرض ليها اداره النادي الاهلي، وحاجات كتيره جدا حاولوا يعني حاولوا يجروك وحاولوا ياثروا عليه وحاولوا يوقفوه وحاولوا يهدموه. ما حدش يقدر يهدم النادي الاهلي، لان الاهلي هرم موجود في مصر مستحيل يهدم يعني. فده كلام مهم جدا. والنقطه الثانيه المهمه اللي اتكلم عنها جمهور النادي الاهلي، قال لك هو السند والدرع والامان واللاعب الاهم حتى وان غاب عن المدرجات. اخر جمله حتى من غاب عن المدرجات مهمه جدا، لان حتى جمهور الاهلي هو بره بيدعم الفرقه بمنتهى القوه. صح. ورسالته بتوصل للاعيبه الاهلي حتى لو المدرجات خاويه. في التدريبات الاهلي حتى لو الظروف منعت ان هم يروحوا برضه بيوصلوا رسالتهم. جمهور الاهلي قلنا زي ما قال الاستاذ ضماطي السند ودرع وامان، وهو اللاعب رقم واحد في النادي الاهلي. فتحيه لجمهور الاهلي العظيم. اكيد كل التحيه لجماهير النادي الاهلي الكبيره جدا. كمان خلينا نروح لدكتوره رانيا علواني عضوه مجلس اداره النادي الاهلي، صوره ليها نشرتها على
درع الدوري على فيسبوك وكتبت مبروك للأهلي وجماهيره العظيمة درع الدوري في الجزيرة. كمان كتب محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة على صفحته على فيسبوك درع الدوري في مكانه الطبيعي بالجزيرة، جمهور الأهلي العظيم هو البطل وسيبقى اسم الأهلي دائما مقرونا بالرقم واحد، هكذا كنا وهكذا سنظل برغم كل الصعوبات والمعوقات في ظروف استثنائية لموسم ربما لم يمر على نادينا الكبير على مدى تاريخه الطويل، إلا أننا فعلناها كما توقعناها وتبقى الحقيقة الراسخة أن الأهلي سيظل دائما وأبدا فوق الجميع. تفضل كمل يا استاذ وسيم. طبعا يعني الاستاذ دمطي بيركز برضه على حاجه مهمه جدا، طبعا بيركز على الجمهور كالعاده وكل اعضاء مجلس الاهلي متفقين وكل الاعلام متفقين على الجمهور رقم واحد على الظروف الاستثنائيه اللي مر بها النادي الاهلي، ظروف لم يمر بها الاهلي تقريبا يمكن على الاقل في ال 50 سنه الاخيره ما مرش بالشكل ده خالص. ما اعتقدش انها حصلت يا استاذ وسيم، يعني ما حصلش يعني. ان الكل تكلم على الاهلي بهذا الشكل علشان يحرمه من ان هو يصل ويظل بطلا شامخا. الحمد لله، وقال لي ان الامور مرت والاهلي سيبقى دائما وابدا فوق الجميع. تمام. كمان من ضمن التعليقات الخاصه باعضاء مجلس اداره النادي الاهلي محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره نشر صور على تويتر من مباراه امبارح في مدرجات برج العرب وعلق عليها وكتب الحمد لله وكفى الدوري رقم 41. اما مهند مجدي عضو مجلس الاداره فنشر صوره على فيسبوك من مدرجات برج العرب امبارح ليه ولبعض رموز الاهلي اللي حضرت المباراه وعلق على قد صعوبه الموسم قد الفرحه على قد الفرحه بالتتويج، الفوز بالدوري مش جديد علينا انما الظروف المحيطه بالفريق والكره المصريه هي اللي صعبت الامور علينا، لكن في نفس الوقت خلت المكسب طعم مختلف. الف مبروك لكل اهلاوي اصيل واقف ورا فريقه ومآمن بناديه لاخر وقت. اقرا بقى استاذ اوسي الكابتن زكريا نصف كتب ايه. يعني كابتن زكريا ناصف واحد من نجوم الاهلي المميزين، مبروك لجماهير الاهلي العاشقه، درع الدوري لا يفارق دلابه المفضل. يعني تحس ان هو في ايمان شديد عند الاهلاويه ان الدرع ده خلق ليكون في الجزيره، يعني كلام طبعا مهم جدا من كابتن زكريا. بعض لاعيبه النادي الاهلي كمان وليد سليمان. وليد سليمان الف مبروك البطوله والدوري ال 41 يا اعظم جمهور دايما سند لنا وسنكون محلا لثقتكم. تمام. غير وليد سليمان كمان شريف إكرامي أحد نجوم النادي الأهلي كتب أول ما يمكن أن نقدمه كلاعبين لجمهور كبير نحمل معا الأقل ما يمكن أن نقدمه كلاعبين لجماهير لجمهور كبير تحمل معنا الكثير هذا الموسم درع الدوري في مكانه الطبيعي. اللقطه ال 41 اللقب ال 41 في الجزيرة. شكرا جمهور الاهلي العظيم. كمان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي على تويتر كتب الشناوي تعبنا كثيرا والمنافسه كانت صعبه جدا السنه دي بس بثقتكم فينا قدرنا الحمد لله نحقق النجاح ده برغم التحديات. شكرا لجمهور الاهلي العظيم ومبروك علينا الدوري رقم 41 الاهلي فوق الجميع. رمضان صبحي نشر على تويتر قال حد كان عنده شك يا رجالة جملة مختصرة بس بتحمل كلمات كتيرة جدا. حد كان عنده شك يا رجالة طبعا يعني رمضان عنده دايما رمضان نجم كبير يعني. نجم كبير طبعا رمضان صبحي. علي معلول كمان نشر على تويتر صورة ليه. علي معلول كتب بيقول مبروك اللقب 41 والجاي أحسن إن شاء الله. تحياتنا طبعا لعلي معلول المميز. وعمرو السوليه كمان كتب الحمد لله لعيبه رجاله وجمهور عظيم يستحق الفوز يستحق الفرحه او فرحه الدوري في الجزيره. وحمدي فتحي كمان نشر على تويتر وقال الحمد لله مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي. ياسر ابراهيم كمان مدافع النادي الاهلي واللي ليه دور في هذه البطوله بشكل كبير وانضم للنادي الاهلي في يناير قال الف مبروك لجمهور النادي الاهلي. ايمن اشرف احد نجوم النادي الاهلي كمان احتفل باللقب رقم 41 وعلق وقال مبروك اللعيبه الرجاله ومبروك لجمهور النادي الاهلي. محمد هاني نفس الكلام قال الحمد لله الاهلي بطل الدوري. محمد محمود كمان قال رجاله مبروك لجمهور الاهلي العظيم. سعد سمير قال فريق كبير فريق عظيم اديله عمري وبرده قليل مبروك لاعظم جمهور في الدنيا ودايما النادي الاهلي مصدر استعاده. دوري 41 في ظروف صعبه ولكن الرهان دايما على شخصيه البطل. مؤمن زكريا مازح حسين الشحات على تويتر وقال له المكنه طلعت قماش يا شحات ودي حقيقه بصراحه. حسين الشحات طبعا عمرو جمال كمان بارك لجمهور النادي الاهلي على انستجرام وقال مبروك علينا الدوري الصعب والاصعب ليه طعم خاص ومبروك لجمهورنا. كمان اسلام محارب قال الحمد لله الاهلي فوق الجميع. حمودي
كمان بيبارك لجمهور النادي الاهلي احمد ياسر ريان. محمد بركات نجم النادي الاهلي سابق على انستغرام قال تهنئه للنادي الاهلي وجماهيره بالدوري وعلق وكتب مبروك مبروك مليون مبروك لجمهورنا العظيم وللرجاله الرقم الدوري رقم 41. ده فيديو لمحمد بركات. خلينا نروح نشوف قال ايه بركات. مليون مبروك لرجالتنا رجالة النادي الاهلي والبطولة رقم 41 في تاريخ نادينا العظيم. مليون مبروك لمجلس الادارة للجهاز الفني مبروك لكل الدنيا. ولكن اول مبروك لازم هي تتقال لجمهور النادي الاهلي اللي دايما واقف في ظهر النادي دايما واقف في ظهر لعبته. وكلنا كان عندنا ثقة حتى لو بعدنا شوية في بداية الموسم او في نص الموسم بشوية نقط قليلة قد كده احنا بنعرف نرجع نفسنا وبنعرف ازاي نرجع وازاي اللعيبة دي بتعرف تسعد جمهورها. الف 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 مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره والبطولة رقم 41. احد ابرز نجوم النادي الاهلي على مر التاريخ محمد بركات يعني نجم كبير جدا طبعا يعني حتى تشوف بركات مش موجود في الاهلي دلوقتي مش لاعب في الاهلي مش مسؤول في الاهلي لكن بيتكلم بلغه ان احنا الاهلي اولاد الاهلي لاعبتنا نادينا فريقنا يعني شوف دي القيمه بتوع كل اللي اتربى في الاهلي وكل اللي عاش في الاهلي وكل اللي لعب الاهلي وكل اللي ارتدى قميص الاحمر. ناس كتير جدا يعني احتفلت بفوز النادي الاهلي وبطوله الدوري. سيد معوض استاذ طبعا الكبير نبيل الحلفاوي المعلق محمد الكواليني الاعلامي الاماراتي الكبير طبعا يعقوب السعدي الكابتن الكبير خالد بيون يعقوب السعدي سريعا عشان وقتنا اعلامي كبير طبعا قال الاهلي المصري دوله الافراح والتحدي هذا اللقب بعد ان كان الاخير هذا شان الكبير مبروك للاهلي وجماهيره اللقب الحادي والاربعين المارد الاحمر الاحمر بطل كل السنين. ناس كتير جدا في الحقيقه يعني علقت وباركت للنادي الاهلي سريعا جدا. عايز اقرا كام تعليق لجمهور النادي الاهلي لازم نفرح معاهم دلوقتي ورسالتهم كمان اللي حابين يقولوها للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره. نبتدي بتويتر. محمود قال رساله اللعيبه انهم رجاله والف مبروك عليهم البطوله. منا محمد احمد قالت مبروك 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 كتير جدا. محمود حجازي قال اهم حاجه مباراه القمه. هو ده جمهور النادي الاهلي بيركز في اللي جاي على طول. عندنا مباراه القمه ومباراه صعبه جدا مباراه الزمالك بالظبط. دي بعض يعني التعليقات من جمهور النادي الاهلي. نروح بسرعه على فيسبوك. محمود احمد الازهري قال انا الاهلي انا انا كان والحاضر انا الاسم اللي هز جبال. طبعا الاغنيه اللي حضراتكم كلكم عارفينها. ولا محمد محمود قالت مبروك للرجاله اللي شرفتنا بجد بطوله من فم اسود كثيره او كثيره. هو في انتظار فرحة تانية يوم الأحد بإذن الله إن شاء الله. منا جمال قالت عاوزة أقول للعيبة ويا ريت رسالتي توصل كنتم أبطال وفزنا باللقب ال 41 بس أهم بطولة نفسنا فيها كجمهور هي أفريقيا بإذن الله بإذن الله. ودي فعلا بطولة مهمة جدا كلنا مستنيينها. كريم عبد الجواد كمان قال إيه؟ قال كل الشكر لمجلس الإدارة اللي تحمل الضغوط التي لم يتحملها أي مجلس قبله. مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. عيسى عبد الفتاح قال أسعدتونا شكرا يا أهلي فريق كبير فريق عظيم فرحتونا فرحة كبيرة جدا 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 من جماهير النادي الأهلي. تعليقات كتيرة جدا أستاذ أوسين نفسنا نتواصل مع النادي الأهلي فيها. عندنا حلقات كتير إن شاء الله هنتواصل فيها مع جمهور النادي الأهلي ونتواصل معك أنت كمان يا أستاذ أوسين. نورتنا وشرفتنا وكنت مبسوط جدا إن حضرتك كنت معنا. ربنا يخليك يا أمير وألف مبروك لكل عشاق الأهلي في كل مكان. يا رب دايما أفراح الأهلي مستمرة ومتواصلة وألف ألف مبروك وعقبال بإذن الله ماتش القمة وعندنا الكاس وعندنا السوبر. أفراح الأهلي مستمرة إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك يا أستاذ أوسين شكرا جزيلا. زي ما قال الأستاذ أوسين كده أفراح الأهلي مستمرة مش هتقف عند بطولة معينة. دايما عندنا احلام وطموحات كبيره جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي ان هو يجيب لنا المزيد والمزيد من الالقاب والبطولات. وطبعا عندنا بطوله دوري ابطال افريقيا وحشتنا ودي رساله مهمه قوي لاعيبه النادي الاهلي. السنه الجديده ان شاء الله باذن الله بطوله جديده نفرح ببطوله دوري ابطال افريقيا بجانب ان شاء الله البطولات المحليه. وهو جمهور النادي الاهلي كده هو جمهور طماع في البطولات وحقه وحقهم ان هم يفرحوا. الف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. استنونا وحلقه جديده يوم السبت القادم. الى اللقاء.